السلام عليكم. من جديد يطالعنا واجع الجرحى، ومن جديد سنكرر الأسئلة ذاتها والاستنكار ذاته، وسنحاول الإتيان بمسؤولين حكوميين ليدافعوا إن ظهروا طبعا، ويسموا أن هذا الملف من أشد الملفات إقلاقا لهم. من جديد سنشعر بأننا سنفتح بابا من الألم ولن نتمكن من إغلاقه كما يجب. سيظل هذا الباب وخزا في الضمير الإنساني وعلامة استفهام تبتلع الأجوبة الجوفاء. ونحن نعد هذه الحلقة عدنا إلى الحلقة السابقة والتي كانت بتاريخ 21/10/2017، وقرأنا مقدمتها فوجدنا أن لا جديد سيذكر اليوم إلا المغالاة في الإهمال أكثر. قلنا في السابق بين كومة ممن يعلنون تكفلهم بالجرحى تتعفن جراح الشباب دون وجود من يكترث. الحكومة الشرعية، اللجنة العليا للإغاثة، مركز الملك سلمان، البرامج الإماراتية والمكرمات السعودية، الجيش الوطني، كل هذه العناوين لم تكفي لالتئام جراح أفراد المقاومة والجيش، فهم على سرائرهم سواء في الداخل أو في الخارج يئنون من الألم نفسه. مجموعة في السودان وأخرى في الهند وثالثة في مصر وفي مأرب، كثير منهم يشكون الإهمال المتكرر من قبل المسؤولين عن هذا الملف وهم كثر. منذ ذلك الحين ما الذي تتوقعونه مشاهدينا الكرام أن يحدث؟ لا شيء سوى إهمال أكثر، فقد وقع الجرحى الأسبوع الماضي رسالة موجهة لقيادة المنطقة وهيئة الأركان، اشتكى فيها جرحى ومعقول القوات الحكومية في المنطقة العسكرية الخامسة من انقطاع رواتبهم منذ 8 أشهر. تقول الرسالة إن شكاويهم ومطالباتهم المتكررة لم تلقى أي استجابة، وإن أوضاعهم في غاية السوء، فإلى جانب معاناتهم تمر عائلاتهم بظروف غاية في السوء بسبب انقطاع رواتبهم. سؤال سنكرره هذه الحلقة، هل يمكن أن ينتصر جيش لا يأبه لجراح أبطاله وجنوده؟ مشاهدينا الكرام، دعونا نذهب لمشاهدة هذا التقرير. جرحى ومعاقو جبهة حرض وميدي معتصمون حتى يتم تسليم رواتبهم. تحت هذه اللافتة اعتصم هؤلاء الجرحى التابعون للمنطقة العسكرية الخامسة أمام القصر الجمهوري بمأرب حتى تسليم رواتبهم المنقطعة منذ 7 أشهر من قبل قيادة الجيش. بحسب المصادر فإن عدد جرحى المنطقة الخامسة فقط بلغ 853 جريحا، منهم 270 قررت اللجنة المشتركة من الجانب اليمني والسعودي أنهم معاقون ولا يمكن إعادة التحاقهم بالجبهات. معتصمين ومضربين عن الطعام حتى يتم صرف رواتبنا ومستحقاتنا لنا أكثر من 7 أشهر. أما 237 جريحا فقد قررت اللجنة أنهم تماثلوا للشفاء ويجب إعادتهم للجبهات لمواصلة عملهم، غير أن اللجنة لم تصدر تصاريح عبور إلا 96 منهم، والبقية عالقون في مأرب لا يستطيعون العودة للجبهات ولا يتسلمون رواتبهم. تبدو مشكلة جرح الجيش امتدادا للعجز الإداري وخذلان الشرعية والتحالف. يعلم الجانب السعودي أن هؤلاء الأبطال هم من يحمون حدوده الجنوبية ويدفعون من أجل ذلك أرواحهم وعافيتهم. لا يبدو الجيش مؤسسة واحدة على الأقل فيما يتعلق بالرواتب والجرحى، فحينا يتسلم جنود مناطق عسكرية معينة رواتبهم، فيما يظل جنود مناطق أخرى بلا رواتب، وأحيانا يتم الاهتمام بجرحى جبهة معينة فيما جنود جبهات أخرى يتمرغون في الخذلان واللامبالاة. يصل الحال في بعض الجبهات إلى أن يظل الجنود نحو 10 أشهر بلا رواتب، في حين لا تتأخر رواتب قيادة الحكومة والجيش شهرا واحدا. ما هي مشاغل رئيس هادي وفريقه في الرياض إذا كان الإهمال هو سيد الموقف في أبرز القضايا وأكثرها حساسية تجاه معركة التحرير؟ هكذا يتساءل بعض الجنود. الفريق علي محسن الأكثر دراية بالمؤسسة العسكرية وصاحب الكلمة العليا فيها، تبدو بصماته غير موجودة في تأسيس جيش وطني احترافي في عموم المناطق المحررة. خبراء عسكريون يقولون
إن عملية بناء الجيش التي تجري منذ بدء مشروع مقاومة الانقلاب هي الضامن الرئيس للدولة الاتحادية ولعدم تفكك البلد إلى دويلات منقسمة، وما لم يتدارك الرئيس ونائبه ومن خلفهم التحالف الاختلالات القائمة في الجيش الآن، فإن البلد سيظل عرضة لفشل الإدارة والمعركة معا. إذن مشاهدينا الكرام، لمناقشة هذه الحلقة ينضم معنا عبر الهاتف الأستاذ عبدو زيد مندوب جرحى المنطقة الخامسة من مأرب، وسينضم معه آخرون أيضا. مساء الخير سيد عبدو. يا مساء النور وحيا الله بالجميع. أستاذ عبدو، يعني هذا الملف وهو ملف جرحى الجيش والمقاومة نقش كثيرا على قناة بلقيس وفي العديد من برامجها، والمساء اليمني أحد البرامج الذي تطرق لهذا الملف كثيرا. هل ما يزال هذا الملف خارج الحسابات والجرحى أيضا خارج دائرة الاهتمام؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أحيي قناة بلقيس وأحيي المشاهدين الكرام جميعا، وأحيي جرحى المنطقة الخامسة، جرحى المنطقة المنسية التي أصبحت الآن منسية عن المناطق وعن جميع ما يقر لزملائهم. صحيح أن جرحى المنطقة الخامسة أصبح ملفهم، بالذات الجرحى المتواجدين في مأرب، ملف معقد لا نستطيع نتعامل مع أي جهة ولا أي جهة تتجاوب معنا إلا الإقليم. بعض منهم إنهم يتجاوبوا معنا في المساعدات البسيطة، أما إنه الجهة الرسمية المنطقة الخامسة لا نجد أحد إنه يتجاوب معنا أو يتعامل معنا. نعم، دعنا نتحدث عن يعني آخر الخطوات التي قمتم بها في الأسبوع الماضي. رفعتم رسالة لقيادة المنطقة وهيئة الأركان أيضا، يعني أعلنتم أيضا فيما بعد الإضراب عن الطعام حتى يتم تسليم رواتبكم. يعني ما هي الخطوات التي، حدثنا أولا عن هذه الخطوتين كيف تمت وما الذي تنوون عمله فيما بعد؟ عملنا مناشدة لرئيس الجمهورية حفظه الله ونائبه الفريق علي محسن صالح الأحمر ورئيس هيئة الأركان، ولا إلى الآن لم نجد من يتجاوب معنا. يعني لم يصلكم أي رد لا على الرسالة ولا على إضرابكم؟ ولا أي تجاوب ولا أي تفاهم إلى الآن، ولا ندري كيف يكون مصير الجرحى. نعم، ولا حتى قيادة المنطقة، قيادة المنطقة الخامسة التي تنتمون إليها، ولا قيادة المنطقة الخامسة لن تتجاوب معنا، بالرغم أنه توقف قائد المنطقة عمر سجاف حفظه الله والآن عينوا قائد جديد. لا ندري إلى أين نوصل بذلك ولا تجاوبوا معنا. أما القيادة فكانت قدمت استقالته. نعم، يعني إذا أود أن تحدثني عن أبرز يعني ما تتعرضون له من إهمال، يعني ربما بلغتم أكثر من 800 جريح حسب ما تتوارده يعني وسائل الإعلام، يعني ما الذي يحصل لكم الآن؟ اللي يحصل لنا أنه لا سكن ولا صرفة ولا رواتب ولا قوت ولا مواصلات ولا شيء. نعم، إذا يبقى معنا سيد عبدو، ينضم معنا المقدم بندر المهدي رئيس المركز الإعلامي للمنطقة العسكرية الخامسة من حجة. مساء الخير سيادة المقدم. أهلا وسهلا، مساء النور. أهلا بك. بطبيعة الحال ربما سمعت لحديث الأخ عبدو زيد وهو يتحدث وهو مندوب جرحى المنطقة الخامسة. ما الذي يحدث سيادة المقدم؟ يعني رسالة وتم بعثها للالتفات إلى مشاكلهم، 8 أشهر لم يستلموا الرواتب، فتحنا هذا الملف منذ 7 أشهر تقريبا ولا أي تحرك جاد لإنقاذ الموقف وإنقاذ هؤلاء الجرحى، لماذا هذا الإهمال كله؟ مرحبا أخت آسيا، تحية لك وتحية للسادة المشاهدين وللأخ الضيف، وتحية لكل جرحانا سواء جرحى المنطقة الخامسة أو غيرها من جرحى الجيش الوطني والمقاومة الشعبية. هؤلاء الجرحى هم تيجان رؤوسنا وهم في حدقات العيون، وحقيقة ما تفضل به الأخ ربما لم أستوعب كثير مما ذكره،
لكن بحسب علمي نعم. قيادة الإقليم ومحافظي محافظات الإقليم قاموا بزيارة خلال الأيام الماضية للجرحى ونقلوا همومهم بشكل كامل، وما تفضل به الأخ حول المرتبات بشكل عام مرتبات الجيش الوطني كما هو معلوم للجميع غير منتظمة، ويعني تصرف كل 3 شهور كل 4 شهور، ويظل الجرحى جزء من هذا التأخير، مع أننا نتمنى أن يكون ملف الجرحى وكذلك ملف الشهداء في الجانب المالي يفصل تماما بحيث تنتظم مرتبات الجرحى. نحن لا نتحدث عن 3 أشهر تأخير يعني. أو شهرين سيادة المقدم، نحن نتحدث عن 8 أشهر لم يستلموا فيها مرتباتهم، لا يجدون إلا الفتات، يعني حتى على مستوى قوت يومهم لا يجدون. ما الذي ستقدمه الزيارة؟ يعني فتحنا هذا الموضوع أكثر من مرة، وهناك الكثير من الوعود، ولكن على أرض الواقع لا يتم تنفيذ شيء. يعني جميل أنكم ترون للجرحى بأنهم تيجان رؤوسنا وأنهم من قدموا التضحيات الكبيرة، ولكن هذا الحديث لا يؤكل عيش كما يقال، خاصة أنهم الآن جرحى متضررين ولا يستطيعون إعالة عائلاتهم. بالتأكيد أخت أسياء، وأيضا نؤكد للسادة المشاهدين، وأنا في هذه المداخلة لن أقف مدافعا عن قيادة المنطقة أو عن الجهات الرسمية، أنا سأقف في صف الجرحى ولتوضيح بعض الحقائق. بالنسبة لموضوع 8 شهور، ما أستطيع أن أؤكده وربما يؤكدها الأخ الضيف أنه ما تأخر عن الجرحى هو فقط آخر راتب استلمه الجيش الوطني في المنطقة الخامسة، هو الراتب وتقريبا قبل 3 شهور هو الراتب الوحيد الذي لم يستلمه يعني الجرحى حتى اللحظة. وحرصا مني لتوضيح هذه النقطة تواصلت قبل المداخلة مع يعني الشعب المالية، فتبين أن تأخير المرتب هو لأسباب يعني متعلقة يعني بحسب ما المصدر الذي تواصلت معه أنهم استكملوا إرسال يعني مرتبات الشهداء إلى ذويهم، وهم الآن بصدد إرسال يعني مرتبات الأخوة الجرحى في مأرب خلال الأيام يعني خلال الأسبوعين القادمين حسب ما ذكر لي الأخ. نعم، إذن ابقى معنا سيادة المقدم. طبعا نحن حاولنا أن نتواصل مع الشعب المالية ولكن للأسف الشديد لم نتلقى أي جواب. عودة إليك أخ عبدو. أخ عبدو، يعني يتحدث معنا المقدم بندر بأنكم في الحسبان وأنه لن يتم نسيانكم، على العكس ربما لا تتأخر رواتبكم، وتواصل مع الشعب المالية وقيل بأنه آخر شهر فقط هو المتأخر. ماذا عن يعني اللافتات التي رفعت أنها 8 أشهر؟ هو يعني لم يؤكد الحديث، ويعني طلب التأكيد منك أنت، وأنت أحد يعني الذين تعرضوا لهذا الأمر وستصدقنا القول. هل فعلا فقط هو الشهر الأخير الذي لم يتم استلامه؟ صحيح أنه الشهر الأخير حفظه الله. صحيح أن احنا نتابع المنطقة الخامسة بالذات الأخ بندر، كما أن احنا نتابع إعلامه ونعتمد على إعلامه ونثق فيه، ولكن صحيح أنه ذكر المحافظين وقيادة الإقليم، وأنا ذكرت أنهم الذي ساعدوا جاوبوا معنا، أما قيادة المنطقة فليس نجد مجاوبة منها ولا مساعدة. نعم، إذن يعني دعني أستوضح منك أكثر، شهر فقط الذي لم يتم استلامه الشهر الماضي، أليس كذلك؟ صحيح أنه شهر 5 الذي لا نستلمه، والآن بدأوا يصرفوا من راتب شهرين مع التسوية في المنطقة في المستشفيات، إلى الآن ما حصلنا أنه يتم الرد لنا أن احنا أين الرواتب حقنا. نعم، إذن وضح لي سيد عبدو، يعني ما سر الاعتصام وإعلان الإضراب عن الطعام واللافتة التي تقول أن لكم 8 أشهر دون رواتبكم؟ ما الذي يحدث بالضبط؟ بالضبط انه الراتب هذا له فتره، الاخ البندر عندما يتكلم انه لن يصرف لنا، صرف في المنطقه من قبل شهرين واكثر من ذلك. لم توضح لي جيدا سيد عبدو، اللافته تقول بالنص انكم لم تستلموا راتبكم منذ 8 أشهر وانتم تضربون عن الطعام، الان تقول لي انه شهر واحد فقط، ثم قلت انه شهرين، يعني كم ما هي الرواتب التي لم تستلموها؟ شهر ماذا؟ يا أختي لنا فترة من ما استلموا الراتب الأخير الجميع. صحيح كما ذكر أنه الجيش الوطني لا يستلم إلا بعد 3-4 شهور، لهم كان 3-6-3 أو 5 شهور لا يستلموا رواتب،
ونزلت اللجنة المالية وصرفت في المنطقة الرواتب في الجبهات وفي سكن الجرحى والمستشفيات والشهداء. نعم، سؤال بسيط أخ عبدو، سأسألك سؤال محدد. شهر ماذا لم تستلموا راتبه؟ شهر ماذا؟ شهر خمسة. شهر خمسة فقط؟ خمسة وستة وسبعة الآن صرفوهم. يعني أي كل ثلاثة أشهر أنتم تستلمون، يعني خمسة وستة وسبعة من عام من عام 2017؟ أكيد من عام 2016 شهر خمسة. يعني رواتب متأخرة ليست يعني حالية. هل الآن في انتظام لاستلام رواتبكم؟ هل تستلمون بشكل دوري رواتبكم؟ لا لا، ما في انتظام، احنا نطالب الآن بشهر خمسة حق 2016. نعم، يعني اللي هي دفعة ثلاثة أشهر خمسة وستة وسبعة من عام 2016. نعم، الزملاء حقنا استلموا خمسة وستة وسبعة. زملائكم أين، في أي منطقة؟ في المنطقة الخامسة. لماذا بعضكم استلم وبعضكم لم يستلم؟ العائد على الأخ بندر كان من المفروض اللجنة المالية أن يتوضح لنا الأسباب وإيش سبب العرقلة حق الجرحى في مأرب، لماذا لا يستلموا حق شهر خمسة؟ تمام، إذا ابقى معنا سيد عبد النب. يعني نذهب بهذا السؤال للمقدم بندر. اتضح أنها ثلاثة أشهر من عام 2016 متأخرة مقدم بندر، وبعض الزملاء استلموا وبعضهم لا. كيف يستلم يعني في نفس المنطقة وفي نفس المعسكر مجموعة ومجموعة لا؟ ما الأسباب في التأخير برأيك؟ عن انهم يعني من قبل ثلاثة اشهر لم يستلموا، او هناك بعض اللافتات تقول لا 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 سقطت ثلاثة اشهر من عام 2016. طيب بحسب حديثه شهر خمسة وستة وسبعة. أنا احب ان اوضح نقطة، ربما تكون اللافتات يعني بحسابها صحيح، لانه يعني اذا كان يعني اربع اشهر ويصرف راتب ثم لا. اربع اشهر ويصرف راتب، طالما الاخوة لم يصرف لهم الراتب الاخير هذا، يعني طبعا ليس شهريا وليس منتظم، لكن ربما تصل المدة إلى سبع أشهر فعلا يعني أو ست شهور، لأنه يعني منذ صرف آخر راتب تقريبا أربع شهور، وكان قبله هم منتظرين أربع شهور. ربما تكون اللافتة صحيحة، لكن هذا وضع الجيش بشكل عام يعني حتى يكون يعني لا لا، لكنه وضح أن هناك مجموعة استلمت بشكل طبيعي ومجموعة لا. لما تستلم يعني مجموعة من الأفراد في نفس المعسكر، يعني ليست في منطقة حتى أخرى؟ لا للتوضيح، الأخ هو بيتكلم فقط عن جرحى المنطقة العسكرية الموجودين في مأرب، أما بقية الجرحى الموجودين هنا في حجة وفي بعض مستشفيات المملكة العربية السعودية استلموا يعني مرتباتهم. جميل، إذن عند هذه النقطة يعني هل غضب عليهم أنهم ذهبوا إلى مأرب وبالتالي منعت عليهم الرواتب وأصبحوا يعانون من الإهمال ولا سؤال؟ أما من يعني أسوة بزملائهم الجرحى في حجة أو في السعودية، لما هؤلاء يعني يتركون بدون رعاية أو اهتمام؟ الأخت الكريمة، ليس هناك إهمال يعني، وإن وجد يعني هناك معوقات ربما تكون طبيعية، إذا كانت قيادة المنطقة في حجة ويعني الأخوة في مأرب، لا شك أنه وجودهم يعني طبعا جغرافيا عندما يتحرك الفرد من المنطقة العسكرية الخامسة إلى مأرب، يعني معروف هذا الكلام أنه يمر عبر يعني المملكة العربية السعودية، وبالتالي نزلت لجنة إلى المكان المحدد كما ذكر الأخ، وتم يعني معرفة الوضع تماما، وكما ذكرت لكم تواصلت مع اللجنة الشعبية المالية وأفادوا بالنسبة للمرتب تأخر كثير مقارنة زملائهم هنا استلموا قبل ثلاثة شهور، وتأخير المدة هذا أيضا أنا أعتبرها يعني من الخطأ، لكن يعذر الأخوة في الجانب يعني في الشعب المالية نظرا للنقاط التي ذكروها لنا. ما نؤكد أيضا أنه الجرحى في يعني قبل ثلاثة أيام استلموا مرتبين تمام مع التسوية، ولذلك يعني إن شاء الله خلال الأيام القريبة القادمة سيستلم الأخوة الجرحى في مأرب المرتب المتأخر والمرتبين الذي استلمه زملائهم خلال اليومين الماضيين مع التسويات بإذن الله.
نعم، إذن أعود إليك سيد عبدو، يعني المسألة ليست بالصورة السوداوية التي نقلت إلينا، يعني المسألة دورية سقطت عليكم 3 أشهر، هي قادمة في التعديل كما تحدث المقدم بندر، يعني أود أن توضح أكثر ما هي مطالبكم، يعني هل فقط هذه 3 الأشهر التي سقطت، ما مدى يعني ما تشعرون به هناك، هل فعلا أنتم تعاملون معاملة أقل لأنكم في مأرب بينما الآخرون هناك معاملة أخرى لهم؟ يتكلم حسب النوايا الصادقة، ونعرف ونسمع على جيدا أنه رجل نزيه وجيد. نشتي اللجنة المالية توضح لنا أسباب تأخير الرواتب حقنا، ما سبب تأخير الرواتب عن بقية زملائنا؟ صحيح أنه هي في معوقات جغرافيا، ولكن ما هو بهذا الكم الهائل. 3 شهور تأخرت رواتب الجرحى في مأرب بسبب أنه هو في صعوبة الجغرافيا. ما في صعوبة الجغرافيا، يعني يجيبونكم بأنها هناك صعوبات في إيصالها إليكم؟ يوضحوا لنا هم ما هي الصعوبات، نشتي نشوف ما هي الصعوبة. نعم، إذا يعني أتمنى أن يتم تعديل هذه المسألة، وكما وعد المقدم بندر وأنت تثق به كما تحدثت وبحديثه أنه خلال الأيام المقبلة سيتم صرفها. شكرا جزيلا لك عبدو زيد مندوب جرحى المنطقة 5، كنت معنا عبر الهاتف من مأرب. عودة إليك مقدم بندر. مقدم بندر، اللجنة اليمنية السعودية المشتركة قررت تعافي 237 جندي ووجوب عودتهم للجبهات، وهم أيضا بحسب مراسلنا وبحسب الفيديوهات التي رأيناها يريدوا أن يعودوا إلى مواقعهم، لكن لم يتم استخراج إذن مرور لهم سوى ل96 فقط، يعني كيف يقولوا لهم اذهبوا ولا يمكنونهم من ذلك، وأيضا لا يتم صرف رواتبهم، يعني بقائهم لا يعني انخراطهم في العمل وبالتالي لم يصرف لهم رواتبهم. هل لك يعني نجد تفسير لما يحدث؟ أختي الكريمة، أولا أؤكد على أنه لا يوجد إهمال فيما يتعلق بموضوع الجرحى، والعوائق التي ذكرتها الشعبة المالية هي عوائق حقيقية. أحيانا حتى المبلغ المالي لا تستطيع أن تحوله من هذا المكان، يعني من داخل المملكة، عندما يكون مبلغ كبير يعني، وهذا شيء معروف يعني، و يعني نحترم لوائح ونظم وكل الإجراءات الموجودة في المملكة، وبالتالي لا نستطيع أن نتجاوز، وهذا شيء معلوم يعني. ومع ذلك يعني الحلول إن شاء الله ستكون موجودة، وسيصرف لهم إن شاء الله المرتب المتأخر والمرتبين الذي سلمت يعني لزملائهم قبل يومين، مع تسوية مالية للمعاقين اعتمدت للجميع. فيما يتعلق ما تفضلتي به يعني مسألة الدخول وكذا، يعني نعرف أنه عندما نتكلم عن هذا النقطة نحن نتكلم عن منفذ دولي، يعني بمعنى أنه ليست بتلك الثلاثة، عندما أنتقل من مأرب إلى حضرموت غير لما أنتقل من حجة إلى مأرب أو العكس، يعني عبر منفذ دولي للأشقاء إجراءاتهم، وهذا يعني المسألة طبيعية جدا. أما فيما يتعلق أنه كيف يعني يؤمروا بالتوجيه ثم لا يتحركوا، أنا يعني أقول أنه كل من ليس هناك أعداد محددة، يعني بمعنى أنه كل من سجل اسمه بالمنفذ، وهذا الكلام يعرفه الأخوة الجرحى ويعرفه كل من تسجل المنطقة 5، يعني عرف معروف، كل من سجل يعني اسمه في المنفذ يتم رفع برقية إلى المشتركة، ثم تعود البرقية بنفس اليوم، ويعني يدخلوا الناس. المسألة طبيعية يعني ليست بالتعقيد الذي تذكريه. نعم، يعني أنا لا أذكر تعقيدات وإنما نثير سؤال، يعني هل سيتم استخراج إذن مرور للبقية؟ المسألة فقط تتطلب الوقت، هل ما أفهمه هذا الشيء؟ بالتأكيد بالتأكيد، فقط عامل الوقت هو الذي يعني أحيانا يعني يعيق مسألة الدخول والخروج نتيجة ترتيبات، خاصة والمنفذ المذكور هو يعتبر المنفذ الوحيد يعني الحيوي للجمهورية اليمنية بشكل عام، وبالتالي الترتيب يكون فيه نوع من الصعوبة، لكن يعني هناك ضباط ارتباط ومركز استقبال في المكان المحدد، يتم استقبال كل الجادمين من مارل سواء كانوا جرحى يعني للعودة، سواء كانوا جنود عادوا من الإجازة، سواء كانوا يعني ألوية جديدة أو كتائب جديدة، يتم الترتيب لها والدخول لها يعني بشكل مسارات محددة يعني.
نعم. إذن سيادة المقدم، يعني نعود إلى نقطة الإهمال، أنت يعني تنفي تماما وجود أي إهمال، ولكن هذا الملف يعني قلت لك بأننا شاركنا أكثر من حلقة لأجله، وفعلا هناك قصص يعني يندي لها الجبين، ليس فقط الجرحى في مأرب، الجرحى أيضا في مأرب والجرحى في مصر وفي الهند وفي السودان، هناك يعني وكأن مجرد تسفيرهم هو إنهاء يعني جزء أو الواجب تماما ولا يتم السؤال عنهم. يعني مثلا في جرحى مأرب لنقول، يعني نتحدث عن المنطقة التي أنت معني بها، يعني ليس فقط المسألة مسألة رواتب، هناك جرحى يعني لم يعد بإمكانهم العودة إلى الجبهات، وهناك جرحى ما زالوا يفترض تحت الرعاية، وهناك أيضا جرحى بحاجة إلى علاجات نفسية. كل هذه الأمور لا يتم توفيرها بالشكل المطلوب، ويشعر الجرحى بالغبن لعدم توفيرها لهم، وهم الذين ضحوا بأنفسهم لأجل الوطن. أختي الكريمة، أحب أن أؤكد أنه يعني القصور في أي عمل نحن لا ندعي الكمال إطلاقا، لكن هناك جهود كبيرة من الأشقاء مع قيادة المنطقة الخامسة فيما يتعلق بالجرحى. الجريح في المنطقة العسكرية الخامسة يعني فور جرحه يتم نقله إلى مستشفيات في المملكة العربية السعودية، مستشفيات متقدمة، هناك عناية كاملة وكبيرة، ومع ذلك يعني هناك بعض الحالات ربما يعني ونحن نتابع مركز الملك سلمان ينقل كثير من الحالات من يعني منطقة جيزان ويعني المناطق القريبة من حجة، يتم نقل مجموعة من الجرحى إلى جدة، يتم نقل بعضهم إلى الرياض إلى مناطق متقدمة، تمت قبل فترة تسفير مجموعة إلى الهند. أقصد يعني هناك جهود، ومع ذلك نحن لا نعفي قيادتنا العسكرية من يعني أن تضع الجرحى نصب عينها هي كذلك، لكننا نؤكد أن يظل اهتمامها بالجرحى يعني بشكل دائم ومستمر. إذن شكرا جزيلا لك المقدم بندر المهدي، رئيس المركز الإعلامي للمنطقة العسكرية الخامسة، كنت معنا عبر الهاتف من حجة. وسينضم معنا مشاهدينا الكرام الأخ أكرم هادي الجبري، أحد جرحى الجيش الوطني في المنطقة الخامسة عبر الأقمار الصناعية من مأرب، ولكن بعد هذا الفاصل. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، وأرحب بضيفنا الذي انضم معنا عبر الأقمار الاصطناعية أكرم الجبري، وهو أحد جرحى الجيش الوطني في المنطقة الخامسة من مأرب. مساء الخير سيد أكرم. مساء النور. أهلا بك معنا، ولنقول الحمد لله على السلامة، ونتمنى لك أن يعني الشفاء العاجل. سيد أكرم، أود أن تحدثنا أولا عن يعني ملف الجرحى الذي تعانون منه أنتم، يعني اعتصامات الآن ورسالة تم رفعها لقيادة المنطقة، ما الذي تعانونه؟ السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية دعيني أطلعك أختي الكريمة على عدد الجرحى المتواجدين هنا في مأرب. نحن هنا في مأرب عدد 853 جريح، 270 معاق. قررت اللجنة الطبية قبل ما يقارب من 6 أشهر حينما جاءت إلى مأرب لصرف راتبين قبل ما يزيد عن 6 أشهر، قررت عودة 238 جريح، وقالت أن هؤلاء الجرحى أصبحوا بحالة طبيعية وبحالة يمكن لهم العودة إلى جبهات القتال. صرحت العمليات المشتركة
لمئة فرد. عاد جميع من صرحت لهم إلى الجبهات وإلى وحداتهم العسكرية. بقي 142 لا زالوا هنا ويطالبون بالعودة. لا يزال هنا في مأرب 345 تحت العلاج. نعم. كيف هي أوضاعكم أستاذ أكرم؟ يعني هل يتم الرعاية المطلوبة لكم؟ يعني تحدث معنا المقدم بندر بمسألة الرواتب، أنا أود أن أسألك، يعني رفعتم لائحة تقول بأنكم لم تستلموا الرواتب منذ 8 أشهر. كان لدينا المقدم بندر وتحدث أنه فقط يعني الدفعة الأخيرة هي التي لم تستلموها، وأكد على هذا الكلام الأخ عبدو زيد وهو مندوبكم في المنطقة الخامسة. حقيقة نحن لم نستلم رواتب الشهر الخامس والسادس والسابع. نعم. ثلاثة رواتب صرفت لزملائنا في جبهات القتال في المنطقة العسكرية الخامسة، إلا أننا نحن لم نستلم هذه الرواتب. أما ما هو سبب اعتصامنا وكيف جاء اعتصامنا بهذا الأسلوب، نحن مبدئيا قمنا بعدة رسائل وجهناها إلى قيادة المنطقة، ووجهنا رسائل إلى رئاسة هيئة الأركان العامة، ووجهنا رسائل إلى المحافظين. التقينا مرتين بمحافظي محافظات إقليم تهامة، المحافظات الأربع حجة وريمة والمعويت والحديدة، التقينا بهم وكلهم يكيلون إلينا وعود على أنهم رفعوا برقيات إلى رئاسة الجمهورية وسيرفعون برقيات إلى التحالف. هذا كله وهذا ما جعلنا أن نكرر الاعتصام المفتوح. نعم، يعني أستاذ أكرم، يعني نحن تواصلنا مع اللواء الركن العقيلي يعني وقال بأن مكتبه مفتوح بالنسبة لكم، وعليه وهو على أتم الاستعداد ل يعني أن يستمع إليكم ولمطالبكم ويعني إفاد مندوب منكم للحديث عن مطالبكم. هل حاولتم الذهاب إلى هناك عوضا عن الرسائل؟ يعني هل ذهبتم أنتم؟ التقينا مع اللواء الركن طاهر العقيلي أكثر من مرة. نعم. إلا أنه كل وعوده دائما، وهذه هي وعود القيادة العسكرية للأسف الشديد، سواء في المنطقة أو في رئاسة هيئة الأركان، سنرفع برقيات، سنعمل على إجراء حلول، ولكن للأسف الشديد لا يوجد حلول. نحن نريد حلول جذرية لمشاكلنا. أختي الكريمة، التقينا أمس مع اللواء الركن عادل القمير المفتش العام للقوات المسلحة، وكان يكيل لنا بنفس هذا الكلام، نحن سنرفع برقية إلى رئاسة الجمهورية وسننتظر الرد. هذا ما قاله لنا جميعا. ومن ضمن ما قاله اللواء عادل القميري قال أننا لا يوجد لدينا تواصل مع المنطقة العسكرية الخامسة. لا أدري عن أي مسؤولية يتكلمون هؤلاء. هل نحن تبع الجيش، هل نتبع الجيش الوطني، أم أن المنطقة العسكرية الخامسة جزء من عالم آخر، ليست من التراب اليمني؟ نعم، يعني لما أنتم في مأرب أستاذ أكرم؟ يعني لما لستم في حجة أو في الرياض تتلقون العلاج كبقية الجرحى؟ أختي الكريمة، نحن تقرر اللجنة أي جريح تكون حالته بحاجة إلى علاج بفترة طويلة، أو أنه معاق، أو أنه لا يستطيع العودة إلى جبهات القتال. هنا تقرر اللجنة، لجنة طبية تابعة لمركز الملك سلمان، تقرر نقله إلى مأرب للاستمرار في العلاج، ومن ثم إذا انتهت فترة علاجه عاد إلى الجبهة. وهذه الورقة إذا كان المصور ممكن أنه يظهرها، هذه تظهر الأوراق الذي يخرج بها الجريح. فمثلا نأخذ هنا محمد البهكلي، طلق ناري في البطن أدت إلى تهتك الطحال والكلية اليسرى والحجاب الحاجز، وتم استئصال الطحال والكلية اليسرى. ماذا يريد؟ استكمال جراحة العلاجية وغير صالح للعمليات القتالية. هذا هو ما يخرج به أي جريح
إلى مارب. هذا هو السبب، إما أنه أن لا يكون لا يستطيع العودة إلى جبهات القتال، أو أنه لا أو أنه أصبح هذا الشخص بحاجة إلى فترة علاج طويلة. نعم. مثلا نذكر لكم مثال آخر، عبد الكريم فرحان القحم، طلق ناري في الفك السفلي الأيسر والجهة اليسرى من الرقبة. ماذا يحتاج؟ فترة عدم القدرة على تحريك الرقبة بشكل كامل، يحتاج إلى فترة علاج طويلة. من يحتاجون إلى فترة علاج طويلة؟ من يحتاجون من لم يستطيعوا العودة إلى جبهات القتال هم من يرسلون إلى مأرب. نعم، اتضحت الفكرة، يعني تقسمون على هذا الأساس أنهم يعني العلاج الطويل أو عدم القدرة على العودة فهو يذهب إلى مأرب. إذا اسمح لنا أستاذ أكرم أن ينضم معنا أيضا منير السبئي، وهو أحد جرحى الجيش الوطني في المنطقة الخامسة في من مأرب. مساء الخير أستاذ منير. مساء النور أختي. أهلا بك أستاذ منير، وأنت يعني ما مدى إصابتك أستاذ سيد منير؟ يعني هل أنت من الذين يستطيعون العودة إلى الجبهات أم لا؟ أولا أختي نشكركم على تفاعلكم مع الجرحى في هذا البرنامج، ونشكر كل طاقم بلقيس وكل القنوات التي تتساعد معنا في إيصال رسالتنا إلى المسؤولين سواء في اليمن أو مسؤولين الأشقاء في المملكة العربية السعودية. بالنسبة لسؤالك عن مدى الإصابة، طبعا أنا إصابتي لحد الآن تحتاج إلى السفر للخارج، كون اللجنة الطبية العسكرية في مأرب قررت لي سفر إلى الخارج، ولكن للأسف بسبب الإهمال إلى الآن لم نسافر، على اعتبار أنه لا يوجد هناك سيولة مالية بحسب الكلام الذي صدر من مجمع النصر لرعاية الجرحى والمعاقين في مأرب، وهم منتظرين السيولة المالية تأتي من عن طريق مذكرة سوف يرفعها رئيس الوزراء التي لا زال إلى الآن لم يفعلها، ولهذا لا نستطيع السفر إلى المنطقة العسكرية الخامسة بسبب أننا بحاجة ما زلنا إلى العلاج. نعم. خاصة أنه قرر لي أيضا زراعة أعصاب في الأذن اليمنى للأذن الداخلية، وللأسف الشديد نسمع أيضا هنا من اللجنة الطبية العسكرية أنه لا يوجد زراعة أعصاب في العالم، وكأنه قد انعدم زراعة الأعصاب. نعم. علمنا سبقا أنه يوجد في أكثر من دولة. نعم سيد منير، يعني مثل هذه العملية التي تحتاجونها، ألا يعني يعد الوقت يعني يسبب عجز لها أكثر ويسبب لها تفاقم في الحالة؟ يعني كيف تتعاملون مع هذا الأمر؟ هل على الأقل تتلقون رعاية دائمة وكشف صحي دائم، أم أنه فقط يرفع بتقرير أنك بحاجة إلى السفر ولم تسفر ولم يسأل عنك؟ والله هو في الحقيقة فعلا هناك مضاعفات، يعني من مثل مضاعفات ضعف السمع، الإهمال أدى إلى حدوث آفة داخل الأذن يمكن أنها تؤدي إلى شلل في الرأس، لكن للأسف الشديد لا نستطيع، ليس بأيدينا شيء سوى أن نناشدهم حاليا عبر قناة بلقيس أن يوفروا السيولة المالية ويسارعوا في تسفيرنا للعلاج في الخارج، ويعالجوا من يحتاجون للعلاج في الداخل، وأتمنى أن تصل رسالتنا هذه إليهم في أقرب وقت وأن يكونوا يسمعونا في هذه اللحظات. نعم، يعني ونحن نضع صوتنا مع صوتك أستاذ منير، يعني نحن نستغرب يعني أين تذهب معونة مركز الملك سلمان الطبية، وأين جهود التحالف ودور الحكومة في هذه المسألة؟ يعني المنح العلاجية أرقامها مهولة، نتمنى أن يعني يلتفتوا لكم أستاذ منير. إذن يعني دعني أخذ منك، ما هي مطالبكم الآن كونك أحد الجرحى وبالتأكيد تعرف أبرز معاناة زملائك؟ والله يا أختي الغالية، بالنسبة لمطالبنا التي خرجنا منذ يوم أمس ومعتصمين من أجلها، هو موضوع الراتب كقضية أساسية، وموضوع المكرمة التي تصرف لكل الجرحى والمعاقين ما عدا الجرحى المعاقين. دعني أستفسر منك، لكل الجرحى والمعاقين أين؟ في كل المناطق العسكرية تصرف مكرمة الملك سلمان إلا منطقتكم المنطقة الخامسة.
المنطقة الخامسة حرب ميدي لم يصرف لنا لحد هذه اللحظة، خصوصا نحن الجرحى الذين تم ترحيلنا إلى مارب لاستكمال العلاج والمعاقين، إلى هذه اللحظة لم نستلم راتب شهر 5/2017، رغم أن هذا الراتب قد تم تسليمه للمنطقة العسكرية الخامسة للأفراد المتواجدين فعلا كقوى عاملة وفعالة داخل الجبهات، أو للجرحى المتواجدين في المملكة العربية السعودية. قد صرف هذا الراتب منذ 3 أشهر، الآن يصرفوا راتبين على اعتبار أنه راتب شهر 6 و7، وحتى الآن فعلا نحن كذلك لم نستلم إضافة إلى الإكرامية. يعني إلى الآن 3 رواتب وإكرامية لم نستلمها، وهي تعود إلى 2017 شهر 5 و6 و7. هذا بالنسبة لنا سبب لنا آفة في معيشتنا، سبب لنا مشكلة في حياتنا، يعني لا نستطيع الصرف على أنفسنا ولا على أهالينا، ولا نستطيع العلاج بسبب هذا الشيء. ولهذا نحن نناشد الرئيس الجمهورية عبد ربه منصور هادي، والناشد نائب رئيس الجمهورية علي محسن صالح الأحمر، والناشد الملك سلمان، نناشد المنطقة قيادة المنطقة العسكرية الخامسة، نناشد الشعبة الطبية، نناشد كافة المسؤولين عنا أن ينتبهوا لهذا الأمر، خشية أن تكون هناك ثورة جرحى، لأنه قد طفح الكيل وقد صبرنا كثيرا فعلا في هذا الموضوع، وليس بأيدينا شيء، حتى نحن هنا قيادتنا بعيدة عنا، لا نستطيع حتى فعلا أن نرفع أصواتنا لهم، لأنهم في المملكة العربية السعودية، ولا نستطيع الرجوع. على فكرة أنت سألتني سابقا أنه هل يمكنك الرجوع؟ أقول لك بأنه لا يمكننا الرجوع حتى وإن أردنا الرجوع. نعم، اتضحت الصورة سيد منير، يعني بسبب عدم وجود تصاريح لدخولنا اصلا، لا نستطيع. نعم، ناقشنا هذه النقطة. شكرا جزيلا لك منير السبيع، حج جرحى الجيش الوطني في المنطقة الخامسة، كنت معنا عبر الهاتف من مأرب، ونأمل أن يتم سماع مناشداتك. أستاذ أكرم، من خلال حديثك وحديث الأخ منير وحديث زميلكم السابق، يعني هل تشعرون أنكم يعني كمن تعاقبون بذهابكم إلى مأرب ولا يتم السؤال عنكم؟ يعني أنت أشرت إلى أنه من لم يعد مفيدا للعودة للقتال، أو يعني جرحه يحتاج إلى فترة زمنية طويلة، لم يعني يذهب إلى مأرب ولا يتم السؤال عنه. لماذا برأيك تعامل المنطقة العسكرية الخامسة بهذا الشكل، أو جرحى المنطقة العسكرية الخامسة؟ أختي الكريمة، للأسف الشديد نحن في المنطقة العسكرية الخامسة استخدمنا ككروت بطائق شحن، تشحنها في تخدش الرقم وتضعه في جوالك، ومن ثم ترمي هذه البطاقة أو هذا الكارت في صندوق المهملات. نحن وضعنا حقيقة في صندوق المهملات كما هو واضح. للأسف الشديد يكلمني أحد الجرحى الذين عادوا قبل 6 أشهر جرح مرة أخرى وعاد إلى هنا، قالوا أنتم في مأرب ليس لكم من يتكلم عنكم، بهذا اللفظ قال لي أنتم، نحن في مأرب، نحن في المنطقة الخامسة لا يوجد من يتكلم باسمنا، بالرغم على أن قائد المنطقة السابق كان يتوعد ويقول سنفعل وسنعمل، ولكنه في النهاية اتضح أنه لم يعمل شيئا. إضافة إلى ذلك أختي الكريمة، جاءت مكرمة من الملك سلمان للشهداء قبل ما يقارب من 6 أشهر، سلمت وصرفت لجميع وكلاء الشهداء في جميع المناطق إلا المنطقة العسكرية الخامسة. هذه نقطة تشكل لغز أستاذ أكرم، يعني يجب البحث فيها، لما تعامل المنطقة العسكرية الخامسة بهذا الشكل. يعني زميلكم الذي قال بأنكم بلا صوت، عليه ألا يثبتكم، أنتم لديكم الصوت الكبير، جراحكم هي أكبر صوت لكم، ونحن كإعلام يعني نحاول إيصال هذا الصوت للمسؤولين علهم يستمعوا إليكم. وأود منك يعني أن يعني هل لديكم القدرة على الضغط أكثر لإيصال صوتكم على المنطقة، على قيادة منطقتكم؟ يعني لا يعقل أن يتم معاملتكم بهذا الشكل، وأنتم تجدون أن هناك من يعامل معاملة أخرى وأنتم جرحى في نفس الجبهة. أختي الكريمة، نحن لا زلنا مستمرين في اعتصامنا المفتوح الذي لا يمكن أن نتراجع عنه قيد أنملة، فلهذا نحن مستمرون في الاعتصام حتى تلبى جميع مطالبنا.
نحن نطالب أو بشكل أساسي وبشكل رئيسي أولاً هو الراتب. الراتب الذي للأسف الشديد حينما يستلم في كل الوحدات العسكرية رواتبهم يشعرون بالفرحة وبنوع من الراحة، إلا أننا نحن في كجرح المنطقة العسكرية الخامسة تجانبنا مع الفرحة نوع من الحيرة والشرود والتفكير، إذ أننا لا ندري هل نأخذ رواتبنا ونصطرفها نحن لمدة 6-7 أشهر حتى تأتي الرواتب الأخرى، أو أننا نرسلها إلى أهالينا ونبقى بدون مصروف. هذا للأسف الشديد قيادة المنطقة وقيادة رئاستية الأركان لا تعطي أي مصروف لأي جريح من جرح المنطقة العسكرية الخامسة، بالرغم على أنها تعطي مصاريف لجميع من هم في المناطق. نعم، هذه يعني النقاط قد ناقشناها كثيرا. نعم، يعني يؤسفنا أن يتم التعامل معكم بهذا الشكل سيد أكرم، يعني ونتمنى أن نكون يعني استطعنا إيصال صوتكم بالقدر المطلوب، وسنتابع معكم مطالبكم إلى أن تصلوها. شكرا جزيلا لك أكرم الجبري، أحد جرحى الجيش الوطني في المنطقة الخامسة. أختي الكريمة، للأسف يعني لم يعد لدي الوقت الكافي. شكرا لك مرة أخرى، وشكرا لكم مشاهدينا الكرام لحسن متابعتكم. إلى أن ألتقيكم في مساء يمني جديد، كونوا برعاية الله وأمنه.